طيب انا فعلا إيه مش بغالي. ايه رايك لعيبه الزمالك لما بيكونوا في المنتخب وفي مباريات بقى اللي هي القويه والمهمه؟ ما واضح ان هم بتشوف الاداء حصل ايه فيه. صح. لا هم لعيبه رجاله، معرفش ايه المشكله جوه النادي يعني، فعلا في مشكله والله. بس مش معمول لهم عمل بقى والفرق بت بس الفريق الاثيوبي جايب مع عمل واتلين هدهد يتيم والحواديت دي. لا لا، النهارده والله بامانه ربنا انا بشجع الزمالك، وزي ما امبارح شجعت المصري، فريق مصري يعني، بتشجع فريق مصري. لا انا فعلا كنت متضايق جدا يعني. انا مش شايف رجوله في الملعب. مش باين عليك على فكره انك متضايق. طب والله العظيم كنت متضايق. طب اسال يوم والله كنا قاعدين جوه في الاوضه وقاعدين مركزين جدا وبندعي ربنا الاجوان تيجي. اثيوبيا يعني حسبتها كل فريق اثيوبيا.